وبالنسبه للموضوع ديال خوتنا الجزائري، سمع لك انت جزائري وكتفرج فيه، حيت انا عارف بعض منكم كيدخلوا يتفرجوا لهاد الفيديوهات، كما غادي يجي واحد السكرين غادي تشوفوا انا اللي كنت غادي في الطريق وجا جزائري تالف ضايع هنا في المغرب تقطع بيه الحبل وجا قصدني قال لي اخويا انا راني تقطع بيه الحبل بغيت فين نبات هاد الليله، انا غادي نجيبو معايا لدارنا وغادي باش معدنا ديك الليله وكاع تا سيمانه وكاع تا شهر. علاش؟ حيت حنا حيت الجزائر والمغرب اخوه، الجزائر والمغرب اخوه. انا ما قلتش داك الفيديوهات باش نخلق الفتنه، انا دويتي على سيغتان بيغسون، البعض من الجزائريين ركزوا لي على سيغتان بيغسون، يعني البعض ما كنقولش كلشي. السلام عليكم اخواني المغارب اخواتي المغاربة، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة كاع المغاربة من طنجة للقويرة، وتحية حتى الناس ديال الجالية المغربية حيت هي كتدخل كتفرج فينا باش عارف شنو واقع في بلادها الزينة. المهم نتمنى نكون كنجيكم خفيف على قلوبكم، ونتمنى ما نكونش نبساليش وحماليش في عينيكم بسبب هذا الموضوع هذا حيت كثرت على الهضرة عليه، ولكن كنقول لكم غير صبروا معنا وكملوا هذا الفيديو من الدقيقة الأولى، عندكم تخرجوا يكملوه من الدقيقة الأولى حتى للدقيقة الأخيرة باش تفهموا مزيان، حيت لخرجتي ما غاديش تفهم حتى شي حاجة. لذلك كنقول لكم كملوه من الدقيقة الأولى حتى للدقيقة الأخيرة، أنا كنرغبكم والله يرحم لكم الوالدين. المهم هذا الفيديو الخوت غادي يكون مختلف على الفيديوهات اللي دارت قبل. هذا الفيديو جيت بغيت نطلب الاعتذار أو نطلب السماحة من دوك العيالات اللي كيديروا روتيني اليومي. علاش؟ حيت الخوت بقوة الغيرة وبقوة الحسد عمات لي عينيا، وبقيت كنقول عليهم ديك الهضرة وكنسبهم وكنشمتهم وكنقول لهم يا الفاعلة يا التاركة، ولكن هما مساكن حيت كيبغيو للمغاربة الخير وحيت كيوريوهم شي حاجة فيها الاستفادة مضربوني لا بمخالفة لا بوالو وخلوني نهضر كلابين. حيت كيما كيقول لك واحد المثال، إلا بغيتي تفقد شي واحد غيميك عليه وخليه، إلا بغيتي تكويه ميك عليه وخليه. هكاك هما دارو ليا، ما هضروا معايا ما تسوقوا ليا، انا بقيت كنهضر عليهم. ولكن دابا اي واحد كتحرك في ديك النفس الامر النفس اللوامه النفس اللي لامتني حيت بقيت كنهضر على دوك العيالات، حيت الا جينا نشوفو هما مساكن كيوريو غا، حيت الا جينا نشوفو ربنا اليوم راه ما بقاو كيعرفوا لا يصبنوا لا يعجنوا لا يفرشوا الدار لا يديروا حتى شي حاجه، ولو عطينا غا النعاس والدوران والهضره الخاويه والواتساب بالفيسبوك دوك العيالات شافوا داك الوضع ما عجبهمش الحال، قالوا شنو قالوا شنو قال، بقاو تيتشاوروا مع راسهم قالوا ارا شنو غنديروا، غندوري روتيني اليومي منها ندخلوا مصيره في الشهر منها نوريو البنات بلادنا هذوك مساكن اللي طالعين ما عارفين والو، نوريهم كيفاش يصبنوا وكيفاش كيفاش يعجنوا وتبقى غادا هكا واحد كيستافد من واحد. ولكن انا بقوه الغيره وهشتهم هما كيضربوا مشاهدات وانا ما كنضربش، شدتني الغيره وبقيت كنقول لهم ديك الهضره. ولكن قال لك خير الخطائين التوابين، حنا الحمد لله خطأنا ديك الساعات فعلا، ولكن دابا حنا تبنا كنطلبوا منهم السماحة حيت فعلا غلطنا في حقهم، بدينا عليهم يا الفاعلة يا التاركة، وكنعتذر منهم وحدة بوحدة حيت هما وسيروا تبعهم هما، هما كيديروا محتوى زوين، أما أنا غير كنخربق، أنا ما كنديرش شي محتوى زوين، أنا في غير الهضرة في الناس وما كندير زعما شي محتوى اللي تستاهلوا ديروا لي عليه أبوني ولا جيم ولا كومونتير، هما كيديروا محتوى زوين وباغيين باغي المغرب يزيد القدام وكيوريو البنات كيفاش يديروا يصبنوا، ملي تراكم ما عارفين فهمتي داكشي صعيب شويه، صعيب شويه باش تعلم كيفاش تصبان شي حاجه اللي صعيبه خاصها العقل وخاصها بزاف ديال داكشي. علاش؟ واخا داكشي ما كيبانش في الكاميرا هما اللي كيديروا، ولكن نتوما سيروا تابعوهم وخرجوا من الفيديوهات ديالي وديروا ليا حيدوا ديك ابوني وسيروا ديرها لهم هما وسيروا هكا، وانا راني كنعتذر منهم، انا راني ندير هذا الفيديو هذا كنعتذر منهم. والله عطاني وجهكم يا صحابات روتيني اليوم واش حشمتوا وقال عجبكم الحال وقال تكملتوا هذا الفيديو هذا فعلا من الدقيقه الاولى حتى للدقيقه الثالثه ولا ما عرفتش شحال جات في هذا البارتي هذه، اسحبكم من نيتكم غادي نجي نصفكم، واخا يبقى فيا عرق واحد غادي نبقى نهضر وغادي نبقى نشم وغادي نبقى نسب باش ما تبقاوش، حيت راكم جبتوا لنا الشوالة مع الدول اللي فوق منا اللي في مؤسسه التنميه البشريه اللي متحت منا، كاع الناس اللي تحت منا ولات كتضحك علينا بسببكم، واخا هي دوله تحت منا سيقتوا راسكم صحابكم راني جيت معاكم. انا نتمنى الناس ما يكونوش خرجوا في ديك البارتي الاولى، تنتمنى ما يكونوش الناس خرجوا في ديك البارتي الاولى، حيت الا خرجوا غادي يفهموني غلط ويقولوا هذا راه درشاتو شي وحده ولا ضرباتو بمخالفه وخدمتي دار داك الفيديو، هذيك الفيديو الاول كان غير تمشي ليا وكان
غير هادوك كاينين شي ناس فاش كنهضر انا على هاد الفيديو ديال الروتين اليومي وكنحضهم وكنقول ما خاصهمش يبقاو، قال لك يدخلوا كيديروا لي ديزلايك، وبغيت غير نحرك المشاعر ديال دوك الناس باش يوليو يديروا لي لايك، حيت كاينين شي ناس هكا التفكير ديالهم خاصني نهضر على صحابات الروتين اليومي بهاد الطريقه اللي قلت لهم في الاول بحال باش يدخلوا ويتابعوني ويديروا لي جيم وتبقى تطلع ديك جي. داكشي علاش داكشي انا باش جربتها في ديك البارتي، اما ديك البارتي اللي ورا غير تمشي ليا انا، واش انا غادي نطلب سماحه موحده باغا تخلق الفيدنا وباغا تخلق فينا الشهوه باش نتابعوها ويا اخر الشهر تجبد 3000 درهم ولا 4000 درهم من الاسنس، وبالتالي نبقاو غاديين غير هكاك في الخبو الخاوي، بنادم يتقاتل ويتعدى ويكري كاميرا ويصور من هنا ومن هنا كيضرب مسكين 500 في 200 في سير. هذا هو المحتوى ديال اليوتيوب في المغرب. داك الفيديو الاول الخطره كان غير تمشي ليا وبغيت ننوع باش تبقاو معايا وتكملوا الفيديو من الدقيقه الاولى حتى للدقيقه الاخيره حيت فيه شي حوايج خاصكم تسمعوها. وبالنسبه للموضوع ديال خوتنا الجزائريين، سمع لك انت جزائري وكتفرج فيا حيت انا عارف بعض منكم كيدخلوا يتفرجوا لهاد الفيديوهات، كما غادي يجي واحد السكرين غادي تشوفوا انا اللي كنت غادي في الطريق وجا جزائري تالف ضايع هنا في المغرب تقطع بيه الحبل وجا قصدني قال لي اخويا انا راني تقطع بيه الحبل وبغيت فين نبات هاد الليله، انا غادي نجيبو معايا الدارنا وغادي باش معدنا ديك الليله وقعت سيمانه وقعت شهر. علاش؟ حيت حنا حيت الجزائر والمغرب اخوه، الجزائر والمغرب اخوه. انا ما قلتش داك الفيديوهات باش نخلق الفتنه، انا دويتي على سيغتان بيغسون، البعض من الجزائريين ركزوا لي على سيغتان بيغسون يعني البعض، ما كنقولش كلشي. داكشي علاش وكاينين شي وحدين كيقولوا لك اوارك عيقتي بهذا الموضوع ديال الروتين اليومي بدلو راك حماضيتي. شوف انا عارف راسي عيقت وحماضيت وبساليت بهذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع كاين واحد النسبه كيعجبهم نهضر عليه باش ما يبقاوش لا من الجاليه المغربيه لا من الناس اللي هنايا، ونهار غير تحيد غير وحده ما تبقاش دير الروتين اليومي انا غادي ما غاديش نبقى نهضر عليهم. وكاينين شي وحدين كيقول لك ديروا على قبل البوز. اسمع اشي، انت راك ما عارف في اليوتيوب والو، الروتين اليومي فوقاش كيكون داير البوز في شهر 6 7 8، يعني الموضوع ديال الروتين اليومي كيكون داير البوز غير في الصيف، يعني فاش ديك المره ضربها رجلها المؤخره ديالها ديك الساعات كان داير البوز. ديك الساعات باش كنهضر على الفيديو الاخر ما كيضربش كاين ما كيضرب 3000 في هذا راه ما ضربش، اما دابا 500 600 واش هذا بوز؟ انا ما كنهضرش عليه على قبل البوز، راه كاينين مواضع اخرى دايرين البوز. انا جالسي وباغي نبداو اليوتيوب حيت انا انت كيما كتعجبك مثلا كره القدم كتميل ليها وباغي مثلا تولي شي لعيبي جوار في المستقبل، انا كيعجبني اليوتيوب باغي نولي يوتيوبر مشهور في المستقبل، ماشي باغي نولي يوتيوبر مشهور، باغي ندير شي حاجه انا في اليوتيوب حيت كيعجبني هوايه ديالي، وهذا المحتوى هذا كيعمر عليا ما كيخليناش حنا صحاب المحتويات الزوينات الزوينين نطلعوا. داكشي علاش باش كنهضر عليه، ما كنهضر عليه لا على قبل بوز لا على قبل حتى شي حاجه. اصلا هاد الفيديوهات هادو راه ما كنصورو لهم حنايا حتى شي درهم، غير باش نكونوا متفقين ما كنصورو لهم حتى شي درهم، والدراري راه حتى ديك اللعيبه الصفا اللي كيكونوا طالعين في الفيديو حنا راه ما عندناش، وبلا ما تبقى تجي ويمشي تفكيرك بعيد. لهذا غيتابعنا ودير ناجم وثيق في المحتوى اللي غادي نديرو من هنايا مستقبلا، وكاع حتى مستقبلا ندخل علينا هاد لاشين هادي ونزل الفيديوهات ديال البدايات ديال 2020 و2019 وتلقى بزاف ديال الافلام ومواضيع زوينين كنت كنديرهم، ومازال غندير شي حاجه احسن من هكاك غير مع الوقت وفي اهوان مناسب. وراني ديما كنقول هاد الهضره في الفيديوهات ما كنبغيش نقول الهضره ونولي نقولها غير باش ما نحماطش، ولكن كاينين شي بعض الناس اللي ما قلتيش الهضره ولا شي عاوتي قلتيها ما كيدخلوهاش راسهم وما كيفهموهاش، داكشي علاش. المهم الخوت هاد الفيديو اللي شنو بغيت نوصل داك المحتوى ما تفرجوش فيه الجزائريين سيغتان بيغسون، وبعض منكم ما كنقولش كلشي، ولا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيه مع واحد مع صاحبك بارطاجيه، ولا كنتي اول مره كتشوف هذا القناه ما تنساش تضغط على جرس الاشتراك باش اي فيديو حطيناه يطلع لك انت الاول. وبيس لكم الخوت، كان معكم خوكم ايمن العثماني، ان شاء الله.